أرحب فيكم من جديد مشاهدي القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أجندة ثقافية. مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا نحاول أن نتتبع مجموعة من الفعاليات والأنشطة المقامة في دولتنا الحية بالكويت وتتعلق بالأدب والثقافة في كل مكان. اليوم من خلال فعاليات مهرجان هلا فبراير والنشاط الثقافي المصاحب له، راح نكون مع ندوة أدبية ثقافية بعنوان إشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنية. الوحدة الوطنية نقطة مهمة جدا، ولكن السؤال هنا ما هي عناصر الوحدة الوطنية؟ احنا نتكلم عن الوحدة الوطنية ونقول الوحدة، هناك عناصر أساسية للوحدة الوطنية. إذا هذه العناصر الأساسية مندمجة مع بعضها البعض فسوف تكون وحدة وطنية، ليس فقط في الكويت بل في جميع دول العالم، لأن جميع دول العالم هي تنادي بالوحدة الوطنية. أولى هذه العناصر ألا وهي الأرض.
الأرض هي الأساس، الأرض منها الرزق، منها الخير، منها الاستقرار، ولهذا يجب أن نحافظ على الأرض ولا ندمر الأرض، وهناك الهيئة العامة للبيئة للمحافظة على الأرض، وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هو الشعب. الشعب عنصر مهم جدا من عناصر الوحدة الوطنية، ولهذا يجب أن يتعاون الشعب مع بعضه البعض، وقد شاهدنا في الحقيقة هذا التعاون في عام 1990 في مؤتمر جدة كنموذج آخر، وسوف يتكلم عنه الزميل إن شاء الله الدكتور علي الكندري عن الوحدة الوطنية في 1990. النقطة الثالثة وهو عنصر آخر هو السلطة. السلطة وهي التي تخرج في الحقيقة وتنبع من الشعب، وكذلك السلطة يجب أن تهتم بالشعب وأن تراعي الشعب وأن تهتم به، كذلك الأرض وأن تنمي الأرض وأن تزرع الأرض وأن تخرج خيرات الأرض وأن توزعها على الناس. إذن عندما يصير هناك تلاحم بين أرض وبين شعب وبين سلطة فسوف تتحقق الوحدة الوطنية. قصيدة بعنوان وطني، فأقول: وطني وطني غرامك في دمي، يمضي معي أن مضيت، وسكبت غيث الحب حين شربت دفئك وارتويت، تيمت عيني في هواك فمثل حسنك ما رأيت، أفديك يا وطني بروحي وهي أغلى ما افتديت. وطني وطني وهل في الأرض مثلك في تضاريس الجمال، البحر أعطاك الصفا والبر أعطاك الجلال، فملوحة البحر الجميل تقنعت خلق الرمال، ما أروع البحر الفسيح إن أبحرت فيه الجمال، ما أجمل الأبراج ما أجمل الأبراج حين تسر في أذن السحاب، والنخلة الفرعاء إذ مالت بأعذاق عذاب، فرمت حليا من ثمار فوق أهداب التراب، حسن يدق عن اليراعي وليس يحصره كتاب. يا لائمي يا لائمي كف الملام، ألمت قلبي في المحبة، وطني الجميل وما رآه متيم إلا أحبه، سل باسق النخلات سل باسق النخلات كيف يكون ذاك الترب حبه، سيجيب كنت أحبه إذ ضمني مذ كنت حبه. الحب مفتاح البيان، فإن عشقت دخلت بابه، وبقدر حبك يسكب الإبداع في المعنى رضابه، ملت يميني وهي تكتب في أحاديث الصبابة، إلا صبابة موطني فأنا عشقت به الكتابة. وشكرا لك. وبشذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وشاهدينا الأعزاء في كل مكان من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت، على من لقى فيكم من جديد في حلقات جديدة من برنامج أجندة ثقافية. إلى ذلك الحين لكم منا كل التحية ومع السلامة.